أبناؤنا الطلاب يكتسبون عاداتهم السيئة في المجتمع الذي يعيشون بداخله. هنا تأتي قيمة الأب في التعرف على أصدقاء هذا الابن، في التعرف على العلاقات الغير شرعية التي يقيمها هذا الابن. مثلا لا يمكن أن يكتسب الابن عادة التدخين إلا إذا وجد من هناك من يشجعه ويحفز على هذه العادة، قد يكون المعلم وقد يكون صديقه وقد يكون المجتمع الذي حوله. هنا تأتي وقايتك أنت كأب لهذا الابن. من يستطيع اليوم أن يلاحظ المشاكل السلوكية التي تصيب أبناءنا الطلاب هم فئتين من الناس: الوالدان في المنزل والمعلم داخل المدرسة. إذا لم يتمكن الأب والأم من اكتساب مهارات مهمة يستطيعون من خلالها التعرف على التغييرات السلوكية التي تحدث عند أبنائهم، وإذا لم يكن عند المعلم تدريباً كافي وتأهيل كافي بأن يعيش دور الأب داخل المدرسة ويستطيع التعرف على المشكلات السلوكية لدى الأبناء، سنتفاجأ بأن هذه المشكلات تفاقمت وكبرت بعيداً عن أعين الرقيب وبعيداً عن أعين المقيم لهذا السلوك الخاطئ.